بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجدد الترحاب بكم على قناتنا على اليوتيوب في موضوع جديد سوف يكون حول كيفية استخراج شهادة الأجرة بالنسبة لجميع موظفي القطاع العام من موقع الخزينة العامة للمملكة المعروفة بلا تي جي ار. إذن أولا سوف نقوم بالولوج إلى موقع الخزينة العامة، وسوف تجدون هذا الرابط في أسفل هذا الفيديو. ثم بعد ذلك سوف نقوم بالتسجيل في هذا الموقع. سوف نقوم بالضغط أولا على Inscription، ثم بعد ذلك سوف نقوم بإدخال المعطيات المطلوبة. إذن أولا سوف نقوم بإدخال النسب والاسم، ثم بعد ذلك رقم البطاقة الوطنية. لإشارة هذه معطيات ضرورية لأن هناك إشارة ملاحظة بضرورة هذه الخانات. ثم بعد ذلك البريد الإلكتروني، لإشارة في البريد الإلكتروني فهو ضروري كذلك، كما قلت بأن هذه الخانات التي تحتوي على نجمة فهو ضروري ملئها. ثم بعد ذلك اسم المستخدم. بالنسبة للمعايير المحددة لاسم المستخدم فهي مخصوش يكون هناك اسباسمو، ثم الكاركتير مخصوش يكونوا، ثم بعد ذلك رقم الهاتف، ثم بعد ذلك كلمة المرور او المود باس فهي محددة ما بين 8 إلى 20، ثم إعادة كتابة كلمة المرور، ثم بعد ذلك عنوان الموظف. إذن بالنسبة للإطار الثاني غادي نكوشيو الخانة ديال تيلي سيرفيس. بعد ذلك سوف نقوم باختيار القطاع الذي ينتمي إليه الموظف. بالنسبة لنا حنايا، إذا بالنسبة لي غادي نختار إيديكاسيون ناسيونال، يعني وزارة التربية الوطنية. ثم بعد ذلك سوف نقوم بكتابة رقم التأجير، ثم بعد ذلك تاريخ الازدياد، ثم بعد ذلك تاريخ التوظيف. إذن بنفس الطريقة باش اخترنا تاريخ الازدياد نختار تاريخ التوظيف. ثم بعد ذلك آخر أجرة، ثم اختيار الحالة العائلية، ثم بعد ذلك عدد الأطفال، ثم بعد ذلك نكوشيو خانة ديال تيلي سيرفيس. بعد ذلك سوف نقوم بإدخال الرموز الدائرة على الشاشة، ثم بعد ذلك سوف نقوم بالضغط على Envoy. إذا بعد ما سلينا المرحلة الأولى وهي إدخال المعطيات، تنتلقاو رسالة Votre demande inscription sous le numéro a été validée avec succès. Un mail vous a été envoyé avec les informations de votre compte. إذا هنا غادي نفتح الرسالة اللي صيفط ليا موقع ديال لا تي جي ار. إذا الرسالة تقول بأن Votre demande d'inscription au portail de la trésorerie générale du royaume a été prise en charge sous le numéro. Pour activer votre inscription, veuillez cliquer ici. إذا نضغطو على ici. عندنا رسالة ثانية. Votre demande d'inscription sous le numéro a été validée avec succès. Un mail vous a été envoyé avec les informations de votre compte. إذا غادي نرجعو البريد الإلكتروني مرة ثانية. إذن سوف نقوم بفتح الرسالة الثانية. هذه الرسالة تتضمن معطيات حول اسم المستخدم وكلمة المرور. إذن بعد ما انتهينا من مرحلة التسجيل النهائية، غنمشيو هنايا الصفحة الرسمية ديال الخزينة العامة، ثم نضغطو على كليكي إيسي. إذن أن اسم المستخدم وكلمة المرور مسجلة عندي في
الحاسوب اذا نضغط على كونيكسيون. اذا هنا غادي نمشيو ل تيلي سيرفيس فونكسيونير، غنضغطو على تيلي سيرفيس دي دي بي، ثم انا غنمشيو هنا في الاسفل كليكي ايسي بور كونسولتي فو تيلي سيرفيس، اذا نضغطو على كونسولتي. اذا هنايا تلقاو مجموعه من الوثائق الاداريه التي تخص الموظف. عندنا لا سيتوياسيون دو كونجوان، عندنا وضعيه الاطفال، ثم عندنا هنايا الوضعيه الاداريه التي تكون محينه، ثم غادي نمشيو هنايا الغرض ديالنا. اذا هنا غادي نمشيو نضغطوا على اتيستاسيون دو سالير، شهاده الاجره. اذا اتيستاسيون دو سالير هي هذه، هي كتكون محينه، والدليل ان القطاعات ديال الاخيره ديال التقاعد كاينه هنايا. اذا هنايا باش نستخرجوا هاد اتيستاسيون دو سالير، غنضغطوا على هاد الرمز ديال الطابعه. اذا هنايا تعطيني بحجم اكبر، اذا هنايا كيعطيني الطابعه. اذا غادي نختار الطابعه ثم نقوم بالضغط على اوكي. اذا نفس الطريقه يمكن ان نطبقها على باقي الوثائق الاداريه. اذا ختاما اشكركم على حسن التتبع، الى ان نلتقي في فرصه اخرى ان شاء الله تعالى. لا تنسوا الانخراط في هذه القناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.